السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلق السبت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لسنة 2020. تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 بالجامعة المصرية غدا السبت الموافق 22 أغسطس الجاري عبر موقع www.tanseeq.egypt.gov.eg، وتستمر لمدة 5 أيام، أي حتى 26 أغسطس الجاري. والمقرر تفتح معامل الجامعات المخصصة لإدخال رغبات الطلاب بأبوابها في 9 صباحا وحتى 3 عصرا، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول عبر موقع تنسيق الجامعات من هذا الموقع. وشددت وزارة التعليم العالي على الطلاب الالتزام بإرتاء الكمامة واتباع تعليمات المنظمة للعمل بهذا المعامل. خريطة رغبات المرحلة الأولى للتنسيق الجامعي 2020 بجامعات القاهرة، حلوان، عين شمس كالتالي: جامعة حلوان، المعمل المركزي بالجامعة، كلية الهندسة بحلوان، كلية الفنون الجميلة، كلية التربية الموسيقية، كلية الهندسة بالمطرية، كلية التربية الرياضية بنين، جامعة القاهرة، كلية البحوث الإحصائية، كلية الزراعة، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، معامل المدينة الجامعية بالعباسية، كلية الحاسبات والمعلومات بداخل الحرم الجامعي، كلية البنات بمصر الجديدة، كلية الهندسة بعبدو باشا بالعباسية، كلية الزراعة بشبرا الخيمة. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب المتقدمين عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، لافتا إن الموقع سيكون متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة. وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الناجحون في امتحانات الثانوية العامة للدورة الأول 2020، والتي تم إعلان نتائجها يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020. وأعلن المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات بناء على النتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والساعة الاستيعابية لكل كلية. وحسب بيان وزارة التعليم العالي، وافق المجلس على إدراك كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني يتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة، بداء من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020 و2021. كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بالدليل الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني. وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والتي تعقد بالجامعات قبل الترشح. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول. أعلن المجلس الأعلى قبول الطلاب الثانوية العامة لشعبة الرياضات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول. قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية بدلا من شعبة العلوم فقط بشعبة الاقتصاد والمنزلي بكلية البنات لعام الجامعي 2020-2021. أكد المجلس الأعلى للجامعات على متابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعداد الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام 2020 و2021. طريقة ملء الرغبات: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به. يتم أمام الطلاب قائمة بأسماء يتاح أمام الطلاب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعبة المختلفة باختيار رغباتهم. يقوم الحاسب باختيار الطالب حالة تعارض رغبته مع التوزيع الجغرافي. لن يقبل النظام الرغبات إلا بعد استيفاء كل الرغبات 75 رغبة. في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخطة يمكن للطالب الاتصال على 19-4-6-8، ويمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته سيف آز على حاسب الشخصي. وإذا قام الطالب بتعديل رغبته عدة مرات، أعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط. النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام به بتقديم رغبته فيه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.